شوفوا معانا سند والأبطال كل يوم يمر في الغابة بطال كل يوم يمر في الغابة بطال شوفوا معانا سند والأبطال ممكن يكون طيب ممكن يكون شرير ممكن يكون طيب ممكن يكون شرير شوفوا الأحداث والمواقف شوفوا اللي يصير من سوالف شوفوا الأحداث والمواقف شوفوا اللي يصير من سوالف بطل بطل ممكن يكون طيب ممكن يكون شرير ممكن يكون طيب ممكن يكون شرير شوفوا الحكاية والطرف شوفوا اللي يصير من مواقف شوفوا الحكاية والطرف شوفوا اللي يصير من مواقف يرويها لكم بابا هشام مع الأطفال وقصص الأبطال يرويها لكم بابا هشام مع الأطفال وقصص الأبطال مع الأطفال وقصص الأبطال يا عيالي الله يجزي خير حاب يسوي معروف في الشخص هذا اللي جي طلب من الجوال لكن هالشخص طلع لئيم ما يستاهل المعروف واللي زي الأشكال هذه ما تنساعد احنا ناس طيبين وبطيبتنا نحاول ونسوي المعروف في ناس ما يستاهلون المعروف احنا اذا سوينا المعروف فيهم
يحسبون انفسهم هم انهم يقصون علينا، وهذا لا، بالعكس. صح صح يا بابا هشام. زين بابا هشام، نعم يا سالفتنا هذه وذكرتك بقصه قديمه. اي والله يا عيالي، سالفتكم هذه ذكرتني بقصة قديمة. صح صح، والحين بقصة لكم يا عيال. قول قول قول، خلكم معي استمعوا. نسمع نسمع يلا. كان يا مكان في قديم الزمان، اقول لك هذا قميصي. لا هذا قميصي، اقول لك جيب انا اللي جايبه لي. بس سكتوا، فضحتونا فضحتونا في هالغابه. هذا لا بقميصك ولا بقميصي، هذا قميص اخوكم اديب. لا يبا يبا، خلاص انا ما ابي القميص، خلهم ياخذونه بكيفهم. هذا قميصك قميصك، وانتوا الى متى يعني الى متى تستغلون طيبه اخوكم؟ ها يبا خلاص، انا قلت لك ما ابغى القميص، خله معهم. اشوف اشوف، هاتوا القميص هاتوا. خذ هذا قميصك ولدي يا أديب. وانت بيضتين، واخوكم اديب ايش ياكل؟ والله انا جايع، والله انا جايع. لا بس يبا عليهم بالعافيه اخواني، انا ما ابغى، شبعان. بس خلاص، كل واحد منكم بياخذ مصروفه، والكيس ذا فيه مصروف اخوكم اديب. لا بس مشكور يبا، انا ما ابغى مصروف. الحين من بيطلع الخلا؟ ما ادري انا، اخاف ارقى واطيح. اقول ايش رايك تطلع تجيب لنا ارقام؟ لا ما اعرف انا، اخاف اطوف. اجل ما في الا انت اديب تروح تجيب لنا ارقام. صدق اخوي، روح ارقى شوف. أنا اللي أطلع من خلا؟ إيه أطلع من خلا، ليش لا؟ أطلع من خلا. طيب بس انتبعت لا تطيح، ها؟ إيه أنت انتبهولي. إيه إن شاء الله. بشر، هذا هو الرطب بيدي. ايش فيهم الحاشو ذولي؟